اقوم انا بقى ايه، مش هكتفي وخلاص اثبتت اثباتي وشغلي وانتهينا، لا انا بس يعني هاخدكم معايا في حاجه صغيره كده للماضي عشان تحسوا احساسي ليه انا دلوقتي مكتئبه. شوفوا معايا جزء بس من حلقه الاثار دي، جزء كده صغير. يلا بينا. انا خايفه. طيب انت قلقان كده ليه؟ انا قلقان من العربيه اللي بتجي. انت بتترعش. انا خايف من العربيه. ولما انت بتترعش انا اعمل ايه؟ مفيش فايده. الحفرة دي انتوا اللي عاملينها ولا هي معموله اصلا في الجبل؟ هي كان عندها طراب، احنا طلعنا الطراب. على فكره انا كل في الكل، خلي بالك يعني، لا ندى ولا نور ولا ولد، ما اقدرش اعمل حاجه من غيري. انا واخده بالي. طب يلا بينا. ده ايه ده؟ ده سرداب اهو. طب انا بحط فيه طراب. لا هحط النور عليه كده اهو. اه ده السرداب اللي كنتوا ايه؟ حط في التراب ده. مين اللي حفر هنا؟ ده اوضه وحديها كده، واحنا اللي حاطين التراب ده. اوضه ايه؟ احنا اللي حافرين فيها. ماشي. انا عاوزك تجي على البتاع ده عشان ما تتكيش. طب يلا. صورني. لا وبعدين ناخده واحنا جايين؟ اه ما انا سايب البتاع تحت هنا. اصبري. تعالي بقى ورايا. ماشي. هنا في الوسط. ايه ده؟ ده بتاع. يا نهار اسود. بس ما تخافيش، ده بتاع ما تخافيش. تعالي. ده ايه؟ ما تخافيش تعالي. يا نهار اسود. ده بتاع تعالي. يا نهار اسود. ماشي. وبعدين؟ تعالي ما تخافيش، هات ايدي. الوطاد ده لو جه علينا تبقى كارثه يا ثروت. لا ما تخافيش. هات ايدك بس تعالي، ما انا معاك اهو. صدق في رسومات هنا يا اخي. ها؟ في رسومات باين. صور اي حاجه، صور صور. يعني انت عارف الحاجات دي اللي بتثبت انها ايه؟ تمام. انا هنزل ازاي؟ بصي تفطري رجليك لتحت. ها؟ بصي نزيل عادي. لا لا بصي معلش انا اسف. لا ما يهمكيش عليا، انا مش بالنسبه لي ولا يهمك. ايوه هات بس، هات ما تخافش. انا خايف عليك. ما تخافش. ايوه برافو عليك. احنا ازاي هننزل دي بقى؟ هتسال عليا. طب يلا. ايوه نزل، خلي رجليك هناك شويه. ايوه ناحيه، انزلي على طول انزلي. صح كده؟ استنى خليك وقفه بقى في البيت كده. استنى. ايوه بصي اقعدي، تعرفي تقعدي بالراحه. ايوه بس انا مش شايفه حاجه تحت. تحت ايه؟ ما لا ما انا قاعد على الارض. طيب استنى كده، خليك زي ما انت.
اكيد كان في حاجات تانية غير التوابيت دي. ازاي؟ مش عارف، اكيد كان في حاجات تانية ولا هما لسه المكان ما خلصش. يعني ايه؟ ما لسه المكان ما خلصش اساسا. يعني ايه ما شغل كتير؟ يعني ايه ما خلصش؟ لسه ما خلصش شغل. بص ده لسه في جوا كتير. شايفة حاجة جوا؟ شايفة. تابوت تاني بقى. اه. لسه في اتنين جوه تاني. بصي في سرداب ورا جوه تاني وانا ده. فين؟ هناك اهو، شوفي. اه. ده يودي على اوضة تاني، بس لازم دي الحاجات دي تتشال عشان نخش على الأوضة. والأوضة التاني. أيوه. أيوه. عشان وشه يبان. ايوه برافو عليك، هو ماشي النور عليه كده على جسمه. اه كمان. اه تمام. هو البتاع اللي احنا ساندين عليه ده تابوت يعني، وجواه حاجه؟ اه جواه حاجه. اه بس عاوز شغل يا مدام. جواه ايه؟ دي ماسك. جواه تلاقي فيه ماسكات. انا لقيت ماسك قريب اللي اسمه الشيخ ندى ده. اه بقى خلاني بيحت 18 الف جنيه بس. بس الماسك كان، شفت القناع ده؟ اه. لو شفت الماسك بني ادم كان بتاع وليه اهو. ها. لو شفتيه؟ ها. اتفرجت عليه صح. كان مكتوب على يعني ده بيتفتح؟ اه بيتفتح، بس هو الشغل والمصاريف. ما انا بقول لك ليه؟ اه فاهمك. هات النور كده على اللي انت ساند عليه ده. ماشي. والله يا ثروت نطلع من هنا احلى شغل. ماشي انا معاكي. اه. يلا بينا. بصي. ها. صلى على النبي. عليه الصلاه. انا عندي استعداد اخليكي تلفي المنطقه كلها. اه. المنطقه اللي احنا فيها. اه. ونعمل احلى شغل فيها. بس مش لاقي حد يشتغل معايا بدماغ، كل عاوزين ابو يمشي وخلاص. دول بيبصوا تحت رجليهم. اه. طب قول لي نعمل ايه؟ في واد اسمه حجاج، تسمع عنه؟ ماله ده؟ تسمع عنه يا ابني؟ لا. الواد خبط من ورايا مليون جنيه. ازاي؟ انا كنت بنزل ناس وما اخدش حاجه زي كده. اه. ماشي. كنت مغفل يعني بمعنى اصح. وبعدين؟ وبعدين الواد خبط جه زبون يشتري، كان في الناحيه الثانيه حيوانين، توابيت على هيئه حيوانين. ماشي؟ ها. راح مفرج عليهم جماعه وقال انا اخدهم، وراح دافع لها مليون جنيه وخدوها، وانا دافع لهم وعمل لهم قافله فوق ضرب نار ومش عارف ايه والسالفه ده. طب والغفر اللي فوق دول بيظبطوا ازاي؟ الغفر اللي فوق دول بيظبطوا ازاي؟ بياخدوا فلوس يا مدام. على كل حاجة؟ على الشغل. بصي وعلى التفريجة اللي احنا فيه ده، الشغل بقى مساعد معين. اه. احنا ننزل نطلع حاجة زي كده. اه. طبعا مفيش ساعة تكفينا، احنا عاوزين يوم كامل. طبعا. ليكي انزلك من ساعة ما نزلنا كده ما نطلعش الا الصبح، في أي حتة بتعجبك فيها. اه. ماشي فهمتك، يلا بينا. الكاميرا سون ده؟ بص بقى ما تجريش لنور ولا انا دخلت فيك ان شاء الله. طبعا لا، يلا الشغل بعد كده بيني وبينك. بس بقى تعملي ايه وانت جايه ورايا كده؟ ها. تفتحي لي الجوانيت اللي احنا طلعنا منهم دول. ها. تصوريها. طبعا ده اللي بيثبت ان الشغل ده حقيقي. هو تصور انت محسن؟ جايبها؟ اه جايبها. انا جايبها اصورها لك هنا؟ فتحة الجرانيت دي. ازاي عرفت تلاقي يعني المكان ده مش تبع الهيئة؟ لا تبع الهيئة. ايه؟ تبع الهيئة. تبع الهيئة؟ انا اكدب عليكي ما ينفعش. بس كلها بالفلوس، حط دي في مخك. بيتسرب يعني؟ جدع. كل حاجة من هنا بتتسرب. ايام زمانهم بيتفرجوا عليا دلوقتي ويقولوا نهى اللي كانت جايه لنا وعامله مرشده سياحيه بقت منى عراقي. مر على اللحظات الاليمه دي اكتر من 3 سنين تقريبا، ولسه كل ما بشوف اللقطات والتصوير ده بفتكر احساسي ساعتها وبعدها. حاجه ما تتوصفش. بعد ما رجعت من المنيا، لان الجبل ده كان بين المنيا وبني سويف، فضلت 3 ايام قاعده في كورنر كده في اوضه نومي على الارض، ضم رجلي على راسي وبعيط بس. قالوا مين؟
ما انا اللي عملت كده في نفسي. حد يوافق يدفن نفسه حي؟ كواليس كتيره جدا فاكراها بالذات في الحلقه دي. في احداث كتيره جدا ما اتعرضتش في القصه دي. الاحداث اللي ما اتعرضتش لوحدها تحتاج حلقه. حاجه منهم انا كنت رايحه على اساس ان انا مرشده سياحيه وعندي زباين اجانب عايزين يجوا يشتروا اثار. بس انا رايحه الاول اتاكد واصور لهم الحاجه واجي اقول لهم فعلا الحاجه حقيقيه وسليمه ويمين مش شمال وتعالوا اشتروا. فالمفروض ان انا نهى المرشده السياحيه. لابسه قميص له سوسته الشمال هنا. السوسته دي فيها بطاقتي وموبايلي. بطاقتي اللي مكتوب فيها اسمي وعنواني وموبايلي اللي فيه تليفوناتي كلها وتليفونات عيلتي واولادي وكل حاجه كل حاجه. وانا ماشيه خارجه من المقبره، احنا بنزحف انبوبه كده 150 متر ملولوه كده، في وش في ودني والنبي هتجنن منه. بنزحف على بطننا، يا دوبك المكان ده يمشي بني ادم لو اتخن مني جرام ما يعديش. بعد ما وصلت في الضلمه، انا مش قادره، الوش جامد جدا. بعد ما وصلت في الضلمه تقريبا لاخر التيوب، لقيت ان ده اتفتح الجيب وانا وقعت بطاقتي وموبايلي. وهم طالعين داخلين في الممر ده على المميوات دي يسرقوا اللي فيها بالتعاون مع موظفين الهيئه. رايحين جايين، طب هيلاقوا بطاقتي وعنواني وتليفوني. سبته هو طلع ولفت انا ورجعت في الضلمه لوحدي، لان هو كان كشاف واحد بس معايا. عليا ان انا حاسس بقى على التراب الناعم جدا ده، ومش هطلع من غير موبايلي وبطاقتي. نسبه ان انا الاقي بطاقتي وموبايلي تاني في الضلمه في سرداب معوج 150 متر، ويا عالم بقى سرداب ده كان موصل ببير 6 متر بالطول وبعدين سرداب تاني بالعرض، يعني هو فين في الحته دي؟ واكيد مش هعرف اواصل لوحدي كل الرحله دي، ولو وصلت مش هطلع. فنسبتها قد ايه ان انا الاقيهم تاني؟ بس عشان ربنا رايد ان انتوا تشوفوني النهارده لقيتهم وخرجت وراه. صحيح هو كان تساءل انا رحت فين؟ قلت له بس التراب دخل في نغشيشي في عينيا وودني ورقبتي وكل فتحات وشي، فكنت بتاخر بس ايه اشوف قدامي. ولحقته وخرجت، خرجت من البلد. فضلت 3 ايام في اوضتي بعيط بس، دي حلقه واحده.